كتعرفوا طنجة المتوسط وهي كتواكب إطار التعليم. طنجة المتوسط واكبات النقل المدرسي واكبات التجهيزات الأساسية ديال المدارس، دارت عدد من الأنشطة في المدارس لتحفيزهم ولدفعهم باش يكون عندهم واحد التفكير اللي هو تنافسي وباش يكونوا متفوقين إن شاء الله ويكونوا كذلك متميزين وكيكونوا في المراتب الأولى في المسار ديالهم. السلام عليكم، شيماء أمشي من الانستيتيو ناسيونال دي بوزار دو تيتوان. احنا هنا كنحتفلوا بالتتويج ديالنا كالأوائل في المدرسة وكنشكروا المعهد الوطني للفنون الجميلة على الأربع سنوات التي قدم لنا فيها معرفة وتكوين اللي هو جد متميز وفريد نوعه على الصعيد المغربي. الاسم ديالي فاتن وهبي، عندي 17 سنة وكنقرا في مؤسسة سنابل المعرفة بتطوان. حصلت على معدل 19.70 في امتحان وطني شعبة علوم فيزيائية خيار فرنسية. أنا اليوم سعيدة جدا بهذه الاستضافة اللي لطالما يعني كنت كنحلم بها، خاصة أن زملاء ديالي من قبل كانوا في السنابل حتى هما حظوا بنفس التتويج. أولا كنبغي نشكر الله سبحانه وتعالى اللي عطاني هذه الفرصة كنبغي نشكر الأبوين ديالي على التضحية ديالهم والصبر والثمرة اللي ضربوها معايا، وكنشكر جميع الأساتذة ديالي وجميع الأطر الإدارية والتربوية بمؤسسة سنابل المعرفة بتطوان اللي ساعدوني بزاف واللي عمري ما كنت نقدر نوصل لهذه النتيجة هذه بلا بيهم، واللي عاونوني من البداية حتى آخر سنة اللي هي البكالوريا. والحمد لله إن شاء الله مورا البكالوريا كنحلم أنني نلتحق بكلية الطب